السلام عليكم، مرحبا بكم معي على قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم تيراميسو معروف بزاف، اسهل تيراميسو ولذيذ بزاف، كيجي غزال بزاف. هاد التيراميسو كما كتشوفوا رائع بزاف، كيجي في المنظر. وكنتمنى نشارك معكم هذا الجديد، يعني نشارك معكم جديد ونفيدكم وتستفدوا من الحاجة اللي كنشارك معكم. كما كتشوفوا قطعتو صغار هيدا بحب باستيلي، وجوزو ان شاء الله مع طريقة ديال تحضير تيراميسو. عندي هنايا كيكس المربع، من الاحسن يكون هذا المربع او داك الطويل، عشان هذا كان مكيعجبنيش يكون غليت بزاف. عندي هنايا ماسكربوني، عندي هنايا نص كيلو ديال ماسكربوني. المهم قيس دائما خاصو يكون نفس قيس ديال الماسكربوني قيس ديال الكريمة. عندي هنايا القهوة، قهوة على حسب الاختيار. عندي هاد المولد، هذه بغيت نشارك معكم كفكره المولد ديال تعمل حبات ديال القهوه. وهذا مولدي هذا بيدو، كنت بحالي عندي مدور سبق لي شاركته معكم، هذا طلبته من امازون، عاد جاني جديد. كتعمل به قياس اللي بغيتي. وبالنسبه للقهوه اللي بغى يعمل قهوه سريعه الذوبان او اللي يعمل قهوه مقطره، اللي كيعجبو مذاق القهوه بزاف يعمل قهوه مقطره. كما كتشوفوا عملت هذاك القاع، عملت ديك الطبسي ديك الكرتون اللي عندي منزلين في الدار اللي كنعمل الناس ملي كيطلبوا لي طرطات، حيت ما جبرتش طبسي مربع كبير بزاف يكون بلانو. كما كتشوفوا هذا مولدي هذا اللي بغيت نشارك معكم ديال كتعمل حبيبات ديال قهوه الشوكولا. وهذا المول هذا اللي شريت من اليكسبريس، كما كتشوفوا كيكبر بزاف. بغيت تعدل باستيليس هيدا صغار زعما تعدلها، كي تبارك الله ما شاء الله كي قياس غير بشي 13 اورو شريته من امازون. اليكسبريس فيها نقص الثمن، عشان هو اليكسبريس تعطى شويه على امازون. كتعمل به القياس اللي بغيتي، كتثبتو القياس اللي بغيتي وصافي، وتعمر كيما بغيتي انتينا. ونقوزو نعدلو كريمه ان شاء الله. عندي هنايا ماسكربوني، عملت انا نص كيلو ماسكربوني. السكر عملت غير 100 غرام، ما عملتوش حلو بزاف، هو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم السكر. وبالنسبه لهاد الكريمه هذه، انا عملت نص كيلو ديال ماسكربوني، نص لتر ديال كريمه و100 غرام ديال السكر. اللي عنده، انا ما عنديش صراحه العقده ديال القهوه، راه كتجي غزاله بالعقده القهوه. واحد شويه العقده القهوه اللي كتكون عامله بحال خيل، كتكون فواحد الضومه صغيره، هذاك مزيون بزاف. تعمل منه واحد شويه ما كيبدلش الكولور ديال الكريمه، وفي نفس الوقت كيعطيه المذاق ديال القهوه. وصافي بعد ما طلعت الكريمه ديالنا كنخدموا ماسكربوني مع السكر كما شفتوا، عاد نعملوا كريمه. وكتجي ديك الكريمه كتجي واقفه عقده شبره في راسها، كتجي غزاله بزاف. انا غنعملها هنا في هاد الجيب الحلواني باش كيسهل عليا الامر. الا ما كانش متوفر هاد البوك هذا ديك الحديد المدور، واخا غير عاب جيب حلواني كتقطعو مقاد مدور وصافي، كيخرج لك داك البوليطات معوضين. يعني انا سبق لي عدلته بلا هذاك البول في الخدمه، كنت سبق لي عدلته، ما كانش عندي متوفر داك البول هذاك الخدمه، وعدلته غير بجيب حلواني. يعني كتقطعوا هيدا مدور وبها كتعدل ديك داك الكويرات ديال هنا. كنزيدو نفزقو كيكس ديالنا بالقهوه ونسدفو حتى نغطيو داك، نغطيو الطبقه الاولى كامله بالكيكس. هنايا كتعمل كيكس اللي بغيتي نتينا، انا عمل عجبني هذا اللي رقيق، كيجي بطبقات. عملت ثلاثه طبقات ديال الكيكس وثلاثه طبقات الكريمه. بالنسبه لاخر داك اللي غليت كيكون طويل، تقدر تعمل حتى هذا كيستعملوه بزاف في التيراميسو. شنو انا كيعجبني كيجي غليت بزاف، كيجي فيه كيكس بزاف، يعني كيجيو به جوج طبقات ولكن كيجي واسع كيكس. انا عجبني بهذا حسن، سبق لي عملته بهذاك، وملي عملته بهذا الكيكس هذا مربع رقيق عجبني حسن، لا في المذاق يعني المنظر ديالها ولا في الماكله ديالو. بالنسبه لهذا المول هذا راه كيفيد بزاف، كما كتشوفوا بعد ما فرقت داك الكيكس كنحاول زعما نضغط عليه بداك المول، كتحكم فيه انت بيدك. هذه الطريقه هذه اللي كنعملها دابا، كنمحك الكورات اللي عتكون في الفوق في الوجه. وقع لي واحد الديفو في التصوير، الطبقه الاخيره ما تصورت لي شي. هنايا بديت هيداك ومن بعد قلت معاش عم كنعمل هذا، وانا اصلا ماش نزعني اصلا ماش نعوضو داك السباطول. اذا بقيت كنعدل غير داك غير بسباطول وصافي، كنعمر بمانغا واليسار بداك السباطوله وصافي. هذا كنسالي، وحتى كنسالي جوج طبقات، ثلاثه طبقات ديال الكيكس وثلاثه طبقات ديال الكريمه حتى كنسالي. هنا بعد ما كنفرشو داك الكيكس كتشوفوا كيبقى داك الفراغ بيناتهم، كنحاولوا نعمروهم ونقربوا مع بعضيتهم مزيان هيدا
داك الكيس ملي كيشيخ كان غيجي ساهل في التقطيع الا ما قدتش داك الكيسه كامله تما كتقطع منها طريف كما كتشوفوا الفيديو وحتى نعمروا داك الفراغ كامل وصافي. ومن بعد كنعاودوا نعملوا طبقه اخرى كما كتشوفوا في هذاك الشكل هيداك هي اللي كنعملوا في الراس مره خصنا ما خصناش نخليو حتى شي فراغ عاد باش نغطيه بكاكاو صافي. هنا بعد ما عملنا الطبقه هذه غنعاود نفرش كيكس الطبقه الاخيره ديال كيكس عاد باش نعمل ديك الكورس ديال كريمه فوق منها. كما شفتوا عملت الطبقه ديال كيكس وفرشت الطبقه الاخيره ديال الكريمه ما تورطليش داك اللقطه كنعتذر. وهذا هو تيراميسو اللي غادي نرشوه دابا بالكاكاو المر. هنا ضروري خصو يكون الكاكاو ما خصوش يكون داك الشوكولا الحلو كولاكاو او نسكويك ولا شي حاجه خصو يكون كاكاو كيجي ديك المذاق ديال القهوه خفيف مع الكاكاو كيجي مزيون بزاف. وكنعاود ناكد بالنسبه للقهوه اللي كيعجبو القهوه بزاف يعمل يعني كيكس يشيخو في القهوه اللي مقطره ماشي نسكافيه يعني ماشي ديك القهوه السريعه الذوبان. والحشوه يعني الكريمه ديالنا ملي كنا نطلعوها الا كانت متوفره داك العقده القهوه يعملوها حتى هي في واحد شويش منها راه كديها واحد كطيها واحد اللمسه غزاله بزاف داك الكريمه وصافي. كنعملوها في النبيره ضروري تبات ليله كامله في النبيره اولا تقي نهار كامل باش كتعقد وكتبر راسها كما كنعرفوا التيراميسو كريمه ديال الماسكربوني يعني ملي كتعدلو تمنا في النبيره كتزيد تعقد. هنا شبرت الشوكولا ذوبتها في الميكرووندا اولا ذوب احباني حامه مريم وغنعمل لها واحد المغرفه ديال القهوه السريعه الذوبان وغنحركها مزيان. المهم هنا الشوكولا ضروري كنتو تعملوا شي مول ديهيد تخرجوا شي بون شي حاجه خصنا نخدموهم بيدنا مزيان هيدا ونعليو المغرفه يضرب فيها شويه ديال الهواء هيدا باش كيهوجي البونبون مزيان. اي بونبون بغيت تعدلو كيجي ببريو فيه وكيجي منظر ديالو مزيان. انا هنا مخدمتوش شي مزيان حيت عملت فيه نسكافيه وغنعملهم هيدا صغار بزاف صافي. غنعملو فواحد جيب حلواني صغير وغادي نعمر مول ديالي بالشوكولا. هذا الشوكولا تقدر تعمل شوكولا ابيض وتعمل له قهوه سريعه الذوبان كيجي غزال بزاف عجي الكولور ديالو بحال كراميل يعني. هذه كفكره صافي بغيت نشاركها معكم. تقدر تعدل هيدا كاب كيك بنفس الكريمه اللي عدلت معكم ديال ماسكربوني هذه تعدل فوق يعني كاب كيك على ديك البوك اللي كنت سبق لي عدلت معكم طاطا الشوكولا بحال ورد عامل وتذوقوا فوق منه هيدا بهاد الحبيبه ديال الشوكولا كيجي واعر بزاف يجي كاب كيك رائع يعني. تعدل كريمه مع داك القهوه وتبن فوق منها الحبيبه ديال القهوه راه كيجي بالشكل ديالها هائل بزاف كما كتشوفوا كتجي بحال اللي تقول شريتيهم هيداك معدلين كيجيو غزالين بزاف. تعدل منهم هيدا بهاد مولدي بزاف وتخبعهم في شي طابير وتعملو في النبيره اولا في شي مطع يكون بارد وكيبقاو مزيونين بزاف يعني. كفكره بغيت نشاركها معكم كما كتشوفوا بحال حبه ديال القهوه حتى المذاق ديالو جا مزيون بزاف يعني فيه واحد اللمسه ديال القهوه. وإذا كان شوكولاط بيات هو كيجي مزيون الكولور ديالو كيتبدل وكيجي المذاق ديالو مزيون شوكولاط مع نسكافي حتى هو يعني بغيتي توجدو متخليهم هيدا مخبعين. انا عملت معكم هيدا كفكره صافي عملتو هيدا شويش فوق ماسكربوني زوقت به شويه وصافي. كما كتشوفوا هاد المول هذا ساهل باش تزول حتى كما شفتوا ما عملت لا بلاستيك في الحاشيه ولا حتى حاجه غير كنبغي ننفس هيدا بالموس وكي يتحل حيت كما شفتوا كيكبر بزاف هاد المول وصافي. كنتي واحد التنفيسه بالموس وكيزول ساهل بزاف كما شفتوا. وهذا هو الماسكربوني ديالي كيف كما كتشوفوا جا في الشكل ديالو رائع بزاف والمذاق جا غزال وما كيجيش حلو. وهذا ما كان هذا هو التيراميسو ديالنا عفوا عادي نقطعو انا صغير قطعته صغير باش يجي الشكل ديالو دابا بحال ديك الباستيلي صغير اللي كيعملو دابا في المغرب يعني قطعته صغير وكيبقى تقطع على حسب الرغبه دائما. هنايا في التقطيع ضروري ضروري البنات كخصنا الموس كيما كنقطعو به التقطيعه الاولى كنمسحو بالكاغيط هيدا باش ما كنوسخوش التيراميسو ديالنا. واي طرطه يعني كان دائما فيما كنعمل لنا التقطيع ديال الطرطه التقطيعه الاولى كنمسح بالكاغيط بين تقطيعه وتقطيعه دائما كنمسح
الموس بيضه باش كتجي التقطيعه معوضه. وصافي هذا هو التيرا ماشي ديالنا نعملو في الطبسيل باش نشارك معكم كيف كيجي من داخل. وهذا القياس هذا راه تبارك الله كما شفتو خرج لي بزاف. هذا هو التيراميسو ديالنا اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى يفيدكم هذا بالجديد. شكرا بزاف، واللي ماشي متفعل على الجرس تفعل الجرس، وتملي لايك للفيديو الى عجبكم الفيديو، وتخلوا لي التعليقات ديالكم الى كان عندكم شي اقتراح او شي حاجه. وكنشكركم بزاف، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.